شيخ نعيم، في البداية نحب نعرف تقييمك لوضع الإخوان المسلمين في ضوء المظاهرات اللي حاول الحشد ليها الجمعة الماضية. هل بالفعل الإخوان فقدوا القدرة على الحشد أم أنها مجرد هدنة مؤقتة وفي جولة أخرى بيستعدوا لها؟ لا، الإخوان بسم الله والحمد لله وصلصا، الإخوان فقدوا القدرة على الحشد لأن نسبة كبيرة جدا من اللي كان بيتم حشدهم مع الإخوان ينتمون إلى القاعدة السلفية، ولما وجدوا أن الإخوان بتشيل سلاح وبتقتل وبدأوا في قتل واعتقالات، أنت عارف السلفيين ما لهمش في السكة دي، فبدأوا ينسحبوا وبدأت قوة الإخوان تظهر على حقيقتها. فاللي بيتم حشدهم دلوقتي هم المنتمين لتنظيم الإخوان، بالإضافة إلى أن الناس المأجورين حسوا أن الثمن هيكون غالي فانسحبوا أيضا، فبدأت قوة الإخوان تضعف وتظهر على حقيقتها. يعني هناك أحاديث كثيرة الآن عن انتهاء منظمة الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين، هل ده من الممكن فعلا؟ يعني جماعة بقالها 80 سنة في المجتمع المصري، في بعض المنتمين إليها تنظيميا وفي بعض حتى قد يكون متعاطف معها، هل من الممكن أن تنتهي جماعة الإخوان المسلمين من مصر؟ هو عامة الأفكار لا تموت مهما كانت أفكار ضالة، فالبهائية رغم أنها أفكار ضالة إلا أنها ما زالت موجودة، والطائفة الإسماعيلية وهكذا، فسيستمر فكر الإخوان، ولكن تنظيم الإخوان سوف يصيبه الدمور والمرض وعدم القدرة على الحركة إلى سنوات طويلة، وده بيتوقف على طبيعة المواجهة اللي هتقوم بها الحكومة. فلو أن هناك حكومة ثورية فسوف يتم يعني حجب تنظيم الإخوان عن العمل ما قرابة 50 سنة على الأقل. يعني وسط أحداث العنف اللي شهدتها مصر خلال الأسبوعين اللي فاتوا، في مخاوف من أن تكون البلد على شفا حرب على الإرهاب وحالات العنف والشغب، هل ده حقيقي؟ هل يوجد من التنظيميين سواء في جماعة الإخوان أو حتى في جماعات إسلامية أخرى قد تكون متطرفة خصوصا في سيناء، ممكن من يلجأ إلى العنف والقوة؟ الجماعات المتطرفة في سيناء قوية إلى حد ما، وليست القوة التي تخيف المصريين ولا تخيف الجيش. وسبب قوة هذه الجماعات أولا أن تم دعمهم ماديا، دعم مادي قوي جدا من قبل جماعة الإخوان، لأن جماعة الإخوان كانت سوف تستخدم هذه الجماعات في قمع الشعب عندما تحين مواعيد الانتخابات، لأن الإخوان لا يؤمنون إلا بديمقراطية المرة الواحدة التي توصلهم إلى الحكم، وبعدها لن يتركوا الحكم، كما أقسم السيسي وقال قالوا لي إن إحنا جايين نقعد 500 سنة، فالإخوان كانوا يخططون للبقاء الأبدي في السلطة، وعندما يعترض الشعب على هذا البقاء الأبدي وهذه الإدارة السيئة كان سيتم قمعه بهذه الجماعات المتطرفة، ولذلك قام الإخوان بدعم هذه الجماعات دعما ماديا قويا، كما أن طبيعة الأرض هناك تساعدهم إلى حد ما في الاستمرار في العمليات العنيفة، ولكنها ليست في صالحهم، في النهاية سينتهون وسيقضي عليهم الجيش في أسرع وأسهل مما يتخيل الناس. أما في الوادي فالعمليات الإرهابية في الوادي من العمليات المعقدة جدا والصعبة، ولو تمت هتبقى عمليات غادرة كتفجير سيارة أو قنبلة أو ما إلى ذلك، ولكنها ستكون ذات تأثير ضعيف، وسيتم القضاء على الإرهاب في الوادي بأقوى مما تتخيل. يعني بالنسبة إذا أمكن تسميتهم بالجهاديين أو أصحاب الفكر العنيف والإرهابي في الجماعات الإسلامية، تقييمك لأعدادهم قد إيه؟ تقييمك لتدريبهم يعني طبقا طبعا لخلفية حضرتك وخبراتك السابقة، حجم تدريبهم قد إيه وحجم تسليحهم قد إيه؟ أنا بصفتي طبعا رجل من خريج الشريعة ومتخصص، الجهاد لا يطلق عليهم جهاديون، لأن الجهاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من مات لتكون كلمة الله العليا. أما ترويع الناس وإرهابهم ومحاولة استنساخ مرسي من جديد وإعادته والصراع على السلطة، أولا مرسي لم يصل ببيعة كخليفة ولكن وصل بطريقة ديمقراطية أنتم تكفرون بها من أساسا، تعتبرون أن المذهب الديمقراطي مذهب كفري ومن يؤمن به كافر، هذه من أدبياتهم. ولذلك هم ليسوا مجاهدين، هم مأجورين،
مجموعة من المأجورين اتفقوا مع الإخوان على أساس دعم الإخوان وليس للجهاد في سبيل الله، هذه أولا، حتى يعلموا أن من قتل منهم ليس بشهيد، وإذا قتل أحد منهم مسلم فدمه في رقبته. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما بالنسبة للتسليح فهم من تسليحهم بالنسبة للتسليح الفرد عالي، وتدريبهم إلى حد ما معقول، ولكنه لا ليس التدريب الذي يستطيعون به السيطرة على أرض ويحتفظون بها، ولكنهم يدربون الأهداف الرخوة، والأهداف الرخوة في العرف العسكري لا يستطيع أحد حمايتها، زي عسكري واقف على الطريق تضربه، وعسكري بيشار العربية تضربه، ولكن في النهاية بيتساقط اللي بيقوموا بهذه العمليات الرخوة، بيتساقطوا لأنها في النهاية بترهقهم هم مش بترهق الدولة. في علاقة بين الجهاديين والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهل التنظيم الجهادي سقط مع موت بن لادن ولا لا؟ تقصد القاعدة يعني؟ لا، هو بالنسبة للجهاديين اللي في سيناء، الجهاديين اللي في سيناء ما لهمش علاقة طبعا مباشرة بأمريكا وإسرائيل، ولكن هم اليوم علاقات بالإخوان، والإخوان اليوم علاقات بأمريكا وإسرائيل. أما بالنسبة لتنظيم القاعدة فطبعا بعد بن لادن يعتبر أصيب في مقتل، وكل واحد دلوقتي مسلح، بيقول أنا تنظيم قاعدة على أساس يختصر الشهرة الإعلامية بأنه يعلن نفسه أنه تنظيم قاعدة، ولكن بعد بن لادن التنظيم ضعف. ولكن هم دلوقتي اي مجموعه مسلحه بتقول احنا قاعده على اساس الشهره، تختصر الشهره يعني. تمام. من واقع خبراتك، ما هي افضل طريقه لمحاربه الارهاب في مصر او الارهاب الديني عامه يعني، وازاي نتعامل مع الجهاديين؟ يعني الجهاز الشرطه يكون ازاي مع الجهاديين؟ لا، هم الجيش والشرطه اساس طبعا في مكافحه الارهاب، وعندهم ما هو افضل مني لانهم في المطبخ وبيدرسوا حاجات زي كده، ولكن هو عامة اللي قوى هؤلاء الإرهابيين دعم المادي للإخوان والأنفاق. فلو تمكنت الحكومة أنها توقف هذا الدعم وتوقف الهروب عبر الأنفاق وتسلل الفلسطينيين عبر الأنفاق، يبقى حصرتهم في سيناء وحينتهوا يعني. مش بس أهم حاجة ضربة الأنفاق والتمويل، دي أهم حاجة. هي كيف تسللت القاعدة أو تنظيم القاعدة لسيناء؟ لا، هو تنظيم القاعدة هو يعني هم التزموا، السلفية الجهادية اللي مع محمد الظواهري أعلنت انضمامها للقاعدة، هي موجودة في مصر تحت اسم السلفية الجهادية، وموجودين تحت مجموعة اسمها التوحيد والجهاد، فدول المجموعتين دول انضموا وبايعوا أيمن الظواهري وسموا نفسهم القاعدة، انهم موجودين من أيام أخ اسمه خالد مساعد، دكتور خالد مساعد اللي عمل تفجيرات طابا وشرم الشيخ وقتل اثناء معركه مع الامن. حضرتك في تصريح سابق ليك قلت ان القوات الامنيه مخترقه في سيناء، فانت شايف وما حقيقه الاوضاع في سيناء دلوقتي، وكيف ترى حادث رفح والجيش قادر على السيطره على سيناء ومحو الارهاب منها ولا لا؟ اولا الحادثه بتاعت رفح لا تتم الا باختراق يعني، واحد بلغ عن الناس دي وهم نزلوا على الميكروباصين دول بالذات، لان الطريق مليان ميكروباصات، في اكتر من 30 40 عربيه ميكروباص بتتحرك، فشمعنا اختاروا دول؟ يبقى في حد مبلغ، ودي الف به يعني، اما السواق، اما الموقف اللي كانوا فيه، اما واحد من الامن نفسه، اما كده يعني. فالمجموعه دي لا يتم القبض عليها وقتلها بهذه الطريقه الا بالاختراقات دي، امنيا معروف. اما بالنسبه للجيش مسيطر، طبعا الجيش مسيطر على سيناء سيطره فوق ما تتخيل يعني، وهيتمكن من القضاء على المجموعات دي، بس المجموعات دي مشكلتها انها مجموعات كبيره العدد، تصل الى 2000 او 3000 واحد، ومسلحه كويس وبتتحرك في اماكن واسعه جدا يعني. سيناء دي قد اسرائيل 3 مرات، ولكن في النهايه لو انت منعت عنهم الامداد والتموين يقعوا. حضرتك قلت ان دعوه الاخوان او الدعوه للمصالحه مع الاخوان دعوات خبيثه، وصفتها بانها دعوات خبيثه، ليه شايفها دعوات خبيثه مع ان احنا كل الناس بتتكلم ان احنا نسيج وطني واحد والعوده يبقى مصر تبقى فيه وحده وان لازم يبقى يرجعوا تصالح؟
أولا إحنا كنا 18,000 واحد حسن مبارك معتقلنا بحجة إن إحنا إرهابيين 20 سنة، ما حدش يتكلم ليه على المصالحة معانا وإن إحنا نسيج وطني واحد وننضم للمجتمع والكلام الهكس اللي إحنا بنسمعه دلوقتي. طب ما إحنا قعدنا في السجن 18 سنة، إيه بقى اللي غير الناس وخلاهم يعني عندهم حنية وعندهم المعية علشان رغم إن الإخوان لسه ما وصلوش 18,000 معتقل؟ فإحنا بنعتبر دي دعوات خبيثة بتحاول أمريكا استنقاذ الإخوان من مصيرهم بحيث تعيد استخدامهم تاني. وبنت ربنا بيقبل الصلاة من واحد سواء كان في الإخوان أو مش في الإخوان، مش شرط إن ربنا يقبل صلاتك وصومك إن أنت تبقى معك يافطة الإخوان. والإسلام قبل الإخوان كان إيه؟ ما كانش إسلام. الأمر التاني اللي عاوز يمارس السياسة احنا ما منعناهوش طالما ما فيش حاجة قانونية ضده، بس يبعد عن جماعة الإخوان. أما ميجي واحد يقولك احنا نرجع الجماعة دي يعني إلى جماعة دعوية وتربوية، فأنا بقوله بعد 40 سنة تربية طلعولنا كذابين ومخادعين وإرهابيين، هنخليهم ربوا تاني؟ هو بعد 40 سنة طلعولنا إيه؟ ما ناس مش هتضرب الناس في الشارع بالآلي، هو ده جهد؟ ده خس؟ لما واحدة راح تشتري فستان لبنتها ترجع ميتها، هي ده جهد؟ احنا جهدنا الجيش الاحمر اقوى جيش في العالم اللي هو جيش الاتحاد السوفيتي في افغانستان، هو ده الجهاد. انما انا خلي الناس ما واقف في الدكان اقتله وماشي في الشارع اقتله، هو ده جهد؟ ده اجرام. فانت بعد 40 سنة تربية طلعت لي مجرمين، لا تربي ولا تشتغل سياسة، وده حكم الشعب محدش يلتف عليه، يسقط يسقط حكم المرشد. بس كثير من السياسيين يتوقعون ان رئيس مصر القادم سيكون ذو خلفيه عسكريه، فانت مع هذا التنبؤ ولا ضده؟ انا مع ان يكون الرئيس مصر السابق السيسي. ليه بقى؟ رئيس مصر القادم السيسي. رئيس مصر القادم يكون السيسي، ليه بقى؟ امريكا كرهت جمال عبد الناصر ليه؟ هو ما اعلنش حرب على امريكا، بل اول مساعده طلبها من امريكا. وهم اللي رفضوا. كرهت الخميني ليه؟ رغم ان الخميني ما اعلنش الحرب على امريكا. بتكره شافيز ليه؟ بتكره جيفارا ليه؟ امريكا تكره ابطال التحرر الوطني. امريكا مش عاوزه دول متحرره سياسيا، عاوزه توابع، عاوزه خدامين، عاوزه جزم في رجليها. فانا شايف ان السيسي ما ينفعش جزمه. ممكن المرشحين نفسهم ينفعوا جزم، في جلد طبيعي وجلد صناعي، بس في النهاية ينفعوا جزم. فالسيسي ما ينفعش جزمة، أو شكله ما ينفعش جزمة، أو مواقفه ما ينفعش. فلذلك أمريكا بتحارب إن هو ما يوصلش للحكم. لا، إحنا هنوصله للحكم إن شاء الله، وهننزل مظاهرات نطلب إن هو يبقى الرئيس. لا، إحنا اللي نفرض إرادتنا عليه. إحنا اللي نفرض إرادتنا على السيسي، مش هو بإرادة الشعب. احنا نفرض. ليه بقى؟ الجيش فيه 20 سيسي، انما الرئاسه ما فيهاش ولا سيسي. طب عندنا تيار خامس بيقول يسقط حكم العسكر. ما هو دول امريكان الستة ابليس وستة، ما امريكا بتنشط التيار ده. هو ده تيار ايمن نور والبرادعي وستة ابليس، امريكا بتنشطه، ولكن دلوقتي صور السيسي في كل حته. تفتكر ازاي نحتوي التيار الخامس ده اللي هو بيسقط المؤسستين الاخوان والعسكر؟ هو نحتويه ليه؟ غرف 60 ده، هو ده يمثل الشعب؟ طب ما الاخوان كانوا حاكمين وطيرناهم من الحكم ودخلناهم السجن. احنا الشعب نفرض ارادتنا على الناس. مفيش حاجه اسمها نحتويه ازاي، غرف 60 ده عننا ما احتويناه، اصل امريكا بتحتويه بالفلوس واحنا فقراء مش هنعرف نحتويه، فياخد على دماغه بقى.